نشأت كان تنتمين وابتدي فيها التحية للحضور وكل من في الحفلة هذا مشاركين في ثراقب وسمع نشكي قصور شاكرين الله عفى الله شاكرين وثق الماضي ورسم منا حضور ومن الحضر على حفظ السنين ومن الحضر على حفظ السنين شوف أصغرنا على الشدة صبور شوف أكبرنا صمود مايلي وإن بغيت تزورنا عزم وزور ولا ترد الله وكاسب حاجتين أولي حكمة فيها السرور وآخر تسمت لي من الأولي فلا صار أنا بعتر وبصدور في البدا وشي مثل متعاوني في البدا وشي مثل متعاوني صحارة تغريد الطيور وسعيد جمهورنا والمشاركين للهجن واصحابها في السبق دور. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الكرام تعطى لنا إشارة بدء انطلاق الشوط الأول الخاص بالحول أبكار من مسافة 8 كيلومترات وجائزة هذا الشوط درع مرصود للفائز بالمركز الأول. إذا رمز بانتظار الفائز بالمركز الأول من قبل الاتحاد العماني لسباقات الهجن ينطلق هذا الشوط بآمال وطموحات ملاك الهجن القادمين من مختلف محافظات وولايات السلطنة وشعار الهجان السلطانية يشارك هنا على أرضية هذا الميدان وفي هذا الشوط بالتحديد. شعار هجن البشاير أيضا يشارك باسمين في هذا الشوط وشعارات مختلفة تزين أرضية الميدان. إذا ينطلق شوط الحول وبدأت الرحلة رحلة البحث عن درع الاتحاد العماني المرصود كجائزة للمركز الأول. أذهب مباشرة مع الصدارة والقيادة للتعرف على الأسماء القوية المشاركة في هذا الشوط. مباشرة أذهب مع مياسة لهجن البشاير وعبيد بن محمد لوهيبي من يتابع مياسة في عملية التضمير الدور دور المركز الثاني لأشاهد شعار هجن البشاير أيضا يتواجد على ظهر عالية. هناك عبيد بن محمد بن حمد لوهيبي يتابع عالية أيضا في عملية التضمير المركز الثالث يتابع. وأشاهد في ثالث المراكز من وصلت مياسة للهجان السلطانية حمد بن علي الحبسي من يقود مياسة في عملية التضمير المركز الثالث. من وصلت هناك الشاهينية للهجان السلطانية أحمود بن سالم الطوقي من يقود الشاهينية في عملية التضمير المركز الرابع. الوصول والتحدي من الشاهينية للهجان السلطانية سعيد بالحزيم العويسي من يتابع الشاهينية الدور دور المركز السادس لأتابع من وصلت فنجا للهجان السلطانية حمد بن محمد بن سالم لوهيبي يتابع فنجا في عملية التضمير المركز السابع. من وصلت دمعة للهجان السلطانية سيف بن عبد الله الحبسي من يقدم لنا انطلاق الدمعة. والمركز الثامن هناك من وصلت سمحة للهجان السلطانية حمد بن سعيد الحبسي يتابع سمحة في عملية التضمير المركز التاسع. الوصول من هملولة أحمود بن
علي بن سعيد الوهيبي من يقود هملولة، والمركز العاشر الوصول من منحاف عبد الله بن سالم بن سليمان الخروصي. المسيرة مستمرة والنداء الأول للعشرة الأسماء أذعناها على مسامعكم كاملة مكملة، والعودة مباشرة، العودة هناك إلى شعار هجن البشاير. هجن البشاير في مقدمة هذا الشوط، وعالية عالية من هجن البشاير عبيد بن محمد الوهيبي. من يبحث مبكرا عن رمز هذا الشوط، من يبحث عن الدرع ليضيفه إلى سجل عالية الحافل بالإنجازات. هنا أبو محمد يتابع عالية في الكادر الأعلى من هذا الشوط. إذن عالية لهجن البشاير وعبيد بن محمد الوهيبي من ينطلق بانطلاقة عالية في عملية التضمير. المركز الثاني من وصلت في ثاني المراكز، هناك أشاهد مياسة اللي تقدمت مع المستوى الثاني، يضمرها أول الهجان السلطانية، يضمرها حمد بن علي الحبسي. من يقود مياسة في عملية التضمير والمتابعة، الدور دور المركز الثالث لأشاهد وأتابع. هنا من وصلت مياسة لهجن البشاير يقدمها في عملية التضمير، عبيد بن محمد الوهيبي. يلا يا أبو محمد، من يتابع انطلاقة مياسة بالمستوى الثالث والمركز الرابع. هنا من وصلت في رابع المراكز، هذه الشاهينية للهجان السلطانية وسعيد بالحزيم العويسي. من يتابع الشاهينية في رابع المراكز، الوصول الآخر من الشاهينية بشعار الهجان السلطانية في المستوى الخامس، يضمرها أحمود بن سالم الطوقي. وصلت فنجا لتنضم إلى المركز الخامس. هنا والمركز السادس، الوصول المميز من فنجا للهجان السلطانية، حمد بن محمد بن سالم الوهيبي يتابع انطلاقة فنجا مع المستوى السادس. وصلت دمعة لتنضم في سابع المراكز بشعار الهجان السلطانية، سيف بن عبد الله الحبسي. من يتابع انطلاقة دمعة، الوصول من ثامن المراكز واللي وصلت هناك، من الجانب الآخر أتابع سمحة للهجان السلطانية، حمد بن سعيد الحبسي. من يتابع الانطلاقة المميزة وانطلاقة سمحة، الوصول من منحاف اللي وصلت مع عبد الله بن سالم بن سليمان الخروصي، انضمت إلى القيادة أو إلى الأسماء المتقدمة في هذا الشوط. الوصول المميز هناك من اللي وصلت هملولة، أحمود بن علي بن سعيد الوهيبي، من يقدم لنا انطلاقة هملولة والأسماء القوية والشعارات المميزة التي تشارك هنا في أرضية هذا الميدان على هذا الختامي الكبير الذي يقيمه وينظمه الاتحاد العماني لسباقات الهجن. انتصفت مسافة الشوط، منذ لحظات بدأنا ندخل إلى 4 كيلومترات أخرى من أصل 8 كيلومترات، وقيادة الشوط والمسيرة مستمرة وعالية عالية عالية عالية، لا زالت تتعلى القيادة لهجن البشاير عبيد بن محمد بن حمد الوهيبي. من يتابع انطلاقة عالية التي تتعلى بعلو كعبها في هذا الشوط، إذا عالية لهجن البشاير لا زالت تير الشوط ير إلى حتى اللحظات، ويبحثون هجن البشاير عن طريق عالية على الرمز الغالي، الرمز المرصود للفائز بالمركز الأول، جائزة شوط الحول، رمز في الانتظار. يا أخوان، يا مضمرين، يا متابعين، يا من عنيتم إلى أرضية الميدان، يا من تبحثون عن الرمز، إذا عالية في المركز الأول، عالية تقترب من 3 كيلومترات أخرى، ليتبقى أمامها 3 كيلومترات بانطلاقة عالية لهجن البشاير. عبيد بن محمد الوهيبي يقدم لنا عالية في المستوى الأول، آخذ لقطة على بقية الأسماء المشاركة لأتراجع إلى المركز الثاني، لأشاهد شعار الهجة
دقان السلطانية يسيطر على المركز الثاني عن طريق مياسة للهقان السلطانية. حمد بن علي الحبسي من يقود انطلاقة مياسة في المركز الثاني. المركز الثالث الوصول المميز من الشاهنية بشعار الهقان السلطانية، سعيد بالحزيم العويسي من يتابع انطلاقة الشاهنية مع المستوى الثالث والمركز الرابع اللي وصلت في رابع التحديات اللي انطلقت دمعة للهقان السلطانية. معك يا ابو سلطان عملية التضمير سيب بن عبد الله الحبسي من يقود انطلاق الدمعة في المستوى الرابع والمركز الخامس. ابناء الشويعي ابناء السويق عن طريق منحاف يبحثون عن الرمز، الرمز الغالي في هذا الشوط درع الاتحاد العماني. هنا منحاف مع المستوى السادس يقدمها عبد الله، يقدمها عبد الله بن سالم بن سليمان الخروصي في المستوى الخامس في هذه اللحظات. المركز السادس من وصلت فنجا بشعار الهقان السلطانية حمد بن محمد بن سالم الوهيبي يتابع انطلاقة فنجا بسجلها الحافل بالإنجازات يحدوها الأمل ويحدوها نعم أمل الفوز والانتصار. تحمل أغلى شعار، تحمل شعار الهقان السلطانية. المركز السابع اللي وصلت الشاهنية والشاهنية مملوكة للهقان السلطانية. حمود بن سالم الطوقي من يقدم انطلاقة الشاهنية اخذ المركز الثامن. يا مخرجنا العزيز عطني لقطة على المركز الثامن. اوه وصل الدستور للهقان السلطانية. سعيد بن محمد بن سالم الوهيبي من يتابع انطلاق الدستور على المركز الثامن والمركز التاسع هملولة. حمود بن علي بن سعيد الوهيبي وفي عاشر المراكز. عاشر المراكز من وصلت، من وصلت في عاشر المراكز نهب للهقان السلطانية. رحبوا معي بانطلاقة نهب المملوكة للهقان السلطانية ويضمرها حمد بن محمد بن سالم الوهيبي. أشاهدها بالعين المجردة بدأت تقترب إلى الأسماء المتقدمة في هذا الشوط. أعود يا سلام يا سلام في الانعطاف الأخير، الانعطاف الأخير من عمر الشوط. 1500 متر 1500 متر عالية 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 على الصدارة والقيادة. لا تزال تتعلى الأسماء، تتعلى الأسماء، تتعلى الأسماء المشاركة، تتقدم الأسماء المشاركة. تحمل شعار هجن البشاير التابع للسيد أسعد بن طارق آل سعيد، يضمرها عبيد بن محمد بن حمد الوهيبي. يا سلام 1200 1200 يا أبو محمد، يا من تتابع عالية في مقدمة هذا الشوط. عالية تتعلى الأسماء، تتقدم الأسماء المشاركة، تقترب من اللحظات الأخيرة، تقترب من مدرج الناموس، تقترب من الكيلومتر الأخير. المركز الثاني أشاهد الشاهنية من وصلت بشعار الهقان السلطانية. ومعك يا سعيد بالحزيم العويسي أتابع فنجا مع المستوى الثالث يقدمها. هنا تحمل شعار الهقان السلطانية، يضمرها حمد بن محمد بن سالم الوهيبي والأسماء القوية، الأسماء المتقدمة. يا سلام يا سلام وصل شعار الهقان السلطانية على ظهر الشاهنية. لكن أعود أعود يا سلام يا سلام يا عالية مع اللحظات الأخيرة. عالية 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 اصمد يا أبو محمد، وصلوا الجماعة. عالية لهجن البشاير، هجن البشاير، هجن البشاير، هجن البشاير مع عالية مع اللحظات الأخيرة. 400 متر 400 متر فنجا واصلة مع المستوى الثاني للهقان السلطانية. الهقان السلطانية وفنجا عالية 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 عالية. هجن البشاير في المستوى الأول، أرد الدرع 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 مع اللحظات الأخيرة. وين راح السلام؟ فنجا شاهد وتابع وشوف، تابع شعار الهقان السلطانية الواصل على ظهر فنجا. اللحظات الأخيرة فنجا 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 وعالية فنجا درع الاتحاد العماني. شاهد وشوف فنجا 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 الهقان السلطانية. أسعد الله صباحكم، هذا الفوز والانتصار فنجا للهقان السلطانية. تهانينا للمضمر حمد بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الثاني عالية، هجن البشاير المركز الثالث. من وصلت
ايضا الشاهنيه للهجان السلطانيه، يضمرها سعيد بن حزيم العويس المركز الرابع، الشاهنيه للهجان السلطانيه وحمود بن سالم الطوقي على المركز الخامس بشعار انتصار عمر بن محمد بن ماجد الحقري. شاهدنا شوط الدرع، اقوى اشواط الحول في هذا اليوم، والدرع ذهبت بفنقة للهجان السلطانية، واهدت السلام للهجان السلطانية. تهانينا للمضمر المميز المتابع لهذا الشعار حمد بن محمد بن سالم الوهيبي، من اختطف رمز الحول في هذا اليوم. تهانينا والناموس للهجان السلطانية، والتهنئة موصولة للمضمر المتابع حمد بن محمد الوهيبي، واسعد الله صباح كافة المسؤولين في الهجان السلطانية. والكلمة لك يا أبو هزاع. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، تابعنا أول أشواط الحول، تابعنا فنجة والنقطة الذهبية الثالثة التي غادرت إلى الهجان السلطانية هذه المرة عن طريق فنجة. تهانينا والناموس للهجان السلطانية وللمضمر المتميز دائما حمد بن محمد بن سالم الوهيبي الذي حقق أيضا الهاتريك أو سوبر هاتريك من هذا الصباح. عموما التوقيت الزمني ما شاء الله 12 دقيقة و30 ثانية و57 جزء من الثانية، هذا هو توقيت فنجة المملوك للهجان السلطانية. بينما عالية الله يا عالية التي كانت موجودة في قلب الحدث حتى الأمتار الأخيرة لهجن البشاير، إذا تهانينا والناموس لهجن البشاير المملوك لصاحب السمو السيد أسعد بن طارق السعيد وللمضمر عبيد بن محمد الوهيبي. قطعت المسافة في 12 دقيقة 31 ثانية 85 جزء من الثانية، أيضا من التوقيتات الرائعة التي تسجل في عالم سباقات الهجن. المركز الثالث كان الحضور من الشاهنية للهجان السلطانية وللمضمر سعيد بن الحزيم العويسي في 12 دقيقة 32 ثانية و19 جزء من الثانية، هذا هو توقيت الشاهنية. إذن مشاهدين الأعزاء